السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشاو توتي، عاملين ايه؟ معاكم ندى احمد في قناة ويلا ندى ليتوني اونلاين، وكملين شرح كتابكم يا سيديتش. وعندنا هنا صديقنا مور النهاردة فين؟ في الميركاتو. الفيديو ده والفيديو اللي فات كانوا طوال شوية لكنهم مليانين بالكلمات الجديدة. المرة اللي فاتت كان عندنا السوبر ماركت، اللي هو في السوبر ماركت، المكان الكبير اللي بنشتري منه الجبن، المخبوزات، الخضار والفاكهة والحاجات دي كلها. لكن هنا الميركاتو، ميركاتو اللي هو السوق اللي هو في الشارع، مش في شانترو مثلا او في مبنى مقفول او حاجة. فهنا عندنا بيانكيريا بير لا كازا، اللي هو ملايات السرير او فرش السراير والحاجات دي يعني للمنزل، مفروشات يعني، ده محل المفروشات. هنا روستيتشيريا زي محل المشويات كده. كازالينجي، خلي بالكوا كلمة كازالينجا يعني ربة منزل، لكن كازالينجي دي اللي هي أدوات المنزل. فعندنا موار وسارة في السوق، كل واحد فيهم هيشتري حاجة. يلا نبدأ كومينشان. موار تشيركا اونبايو دي بنطلوني، عايز اشتري بنطلون. مش اونبايو دي بنطلوني يعني بنطلونين، لا زوج من البناطيل اللي هو بنطلون واحد من الاخر يعني. برضه بونجورنو بوستو ايوتارنا، انا عايز اكبر كده. تشيركا اونبايو دي بنطلوني نيري كي تاليا بورتا بورتا لا 50. Porto la 50. Quanto costano questi? 30 euro. Ma posso farle un po' di sconto? È possibile provare i pantaloni? Sì, venga dietro al banco, c'è una tenda. يعني ايه الكلام ده؟ صباح الخير، اقدر اساعد حضرتك؟ aiutare qualcuno مش بيحتاج preposizione، فعشان كده حطينا pronome diretto. طبعا pronome diretto في صيغة الاحترام بيكون لا. Cerco un paio di pantaloni، بدور على بنطلون لونه اسود ناري، طبعا جمع علشان بنطلوني جمع. كي تاليا بورتا، هنا السؤال عن المقاس، واحنا خدنا برضو في بروجيكتو الكتاب الاولاني او انو ادوه في محل الملابس، وقميص مخطط يعني ايه، قميص مشجر يعني ايه، والحاجات دي كلها. فكان من ضمنها كي تاليا بورتا يعني ايه المقاس بتاع حضرتك. فبورتو لا 50، باخد مقاس رقم 50. كوانتو كوستانو كويستي، بيكلفوا قد ايه؟ اللي هو كويستي بنطلوني، اللي هو برضو بنطلون واحد، 30 يورو. ما بوستو فارلي، فارلي اللي هو فاري كوالكوزا، اي حاجة. اكوالكونو ده بقى كده برونوما انديريتو، ممكن يكون هو احنا طبعا ليه، عشان لي اللي هي لي اللي هي الفورمة دي كورتيزية بتبقى لي فارلي، بس اقدر ان انا اعمل لحضرتك ان بو ديسكونتو شوية خصم. è possibile provare i pantaloni، اقدر ان انا اجرب البنطلون. فهيقول له سي venga dietro al banco c'è una tenda. venga اللي هو verbo venire، في الكونجونتيفو اللي هو برضو صيغة احترام، اللي هو حضرتك تعالى ورا البنش او الفرشة اللي احنا فرشينها دي، عندنا او يوجد تندا ستارة، في ستارة، تعالى ايه قيس وراهم. vanno bene i pantaloni؟ no sono troppo piccoli، posso provare la taglia 52؟ mi dispiace ma della taglia 52 ho solo pantaloni grigi o marroni. allora niente، arrivederci. يعني vanno bene يعني المقاس مظبوط يعني، فما تترجمش بقى كلمة المقاس مظبوط، لا هو vanno bene i pantaloni، فلا هما troppo piccoli، صغيرين جدا. خلي بالكوا هنا ان هنا قال troppo مش molto، لان قلنا troppo بتيجي بسنسو نيجاتيفو شوية يعني صغيرين جدا، لدرجة ان انا مبقتش عارفة البسهم، فمش عارف ان انا اخدهم، مش ان هما صغيرين جدا وخلاص. بصوا بروفاري يعني اقدر ان انا هات لي المقاس رقم 52، فيقول له انا اسف المقاس رقم 52 عندي بس لونين، الجريجي جمع جريجو اللي هو الجراي او الرمادي الرصاصي، شوفوا بتقول عليه ايه، او ماروني اللي هما البني. allora niente، يعني خلاص كده مش عارفه اشتري حاجه. arrivederci، باي باي. فقالونا allora niente بتتقال لما تبقى خلاص مش عارفه تشتري حاجه. vanno bene لما بتسال عن المقاس مظبوط ولا لا، بتسأل عن المقاس أصلا، بنقول إيه كوانتو كيتاليا بورتا، راح فين كيتاليا بورتا، هنشوف تحت في السكارب أو مع الشوز عامة بنسأل عن المقاس إزاي، هي بتختلف من الشوز أو حاجة ملبوسة كميتشا أو حاجة يعني. هنا بقى يعني ربنا يجازيهم خير جايبين لنا المقاسات أصلا بتاعت الهدوم في إيطاليا كده.
Quando vai in un negozio per provare i vestiti, devi conoscere la tua taglia, cioè la misura dei vestiti che porti. يعني لما تروح المحل لازم ان انت تجرب الهدوم ولازم تكون عارف المقاس بتاعك، شوية اللي هو قياس لا ميزورا، القياس بتاع الهدوم اللي بتحضرها او بتلبسها. يعني عندنا هنا تالية داي فيستيتي دي اومو، ويعني بتاعت الرجالة وبتاعت الستات. تالية طبعا جمع تالية اللي هو المقاس، يعني فيستيتي دا اومو اللي هي ملابس رجالية. عندنا اللي هو 44، يعني من 44 ل 56. بيقول لك ان ال 44 ده اللي هو البيكولا لو حد رفيع قوي. المادية اللي هما من 46 ل 50، حاجة البني ادم العادي. لو حد عايز مقاس كبير شوية بيبقى 52 او 54. في بقى اللي هو مثلا اكس اكس لارج اللي هو 56 عندهم، ده اللي هو مولتو جراندي. وبالنسبة لايه وامو، ننزل بقى عندنا عند الدنة. عندنا بقى بادئين مش من 44، لا من 38. فمن 38 ل 42 دي المقاسات الصغيرة، بعد كده من 44 ل 48 المقاسات المتوسطة مادية، ومن 50 ل 52 كبار، 54 كبار جدا. او spesso i vestiti hanno la taglia indicata anche in un altro modo، يعني عادة بيكون الهدوم عليها المقاسات بشكل تانية بطريقة تانية، اللي هي S اللي طبعا small medium large و X large، اللي هي بيكولا ماديا جراندي ومولتو جراندي، زي ما حتى هنا في مصر يعني السمول والحاجات دي. سارة كومبرا اون مليون، هو خلاص ما عرفش يشتري البنطلوني، سارة بقى عايز يشتري مليونة يعني بلوفر. وخلي بالكم من الفرق بين مليونة ومالييتا. مالييتا حاجة زي التيشيرت كده، لكن مليونة بلوفر. تاني على جنب كده، الفيديو ده النهارده بقى تقفلوه وتجيبوا كل حاجه ممكن تتحفظ في الهدوم. لو انتوا ما عملتوش كده اصلا، جا من ايام بروجكت واحنا بنشرح، مش فاكره الواحده كام سته مثلا، كان برضو فيها الهدوم، وكان المفروض ان احنا حفظنا كلمات كتيره وانتوا كنتوا هتجيبوا ازيد منها. فلو ما عملتوش كده المره اللي فاتت، اعملوا كده دلوقتي. بونجورنو دازيدرا عايزه ايه؟ فوريا مليون عايزه بلوفر. دي كي كولور لو فوالي، عايزاه لون ايه؟ دي كده طيب سؤال عن اللون. خدنا قبل كده كي تاليا بورتي او بورتا، ده المقاس. دي كي كولوري لو فوالي، عايزه حاجه دي لونها ايه؟ لو فوري جريجو او بيانكو، جراي او ابيض. كي تاليا بورتا نفس الكلام، هتقول له عايزه اللي هو ايه، مقاس 42. مش هتعرف بقى تقيسه طبعا. ecco questo è un maglione grigio a collo alto molto bello, va bene il collo alto. Sì, quanto costa? Costa 28 euro. È caro, è possibile avere un po' di sconto? 25 euro, va bene, posso cambiare il maglione se non mi sta bene? Sì, ma conservi lo scontrino. Yani da kalam da ecco, aho. Questo è, يعني هو ده المليون اللي انت عايزاه، جراي اكولو التو. اكولو التو دي جديده، اللي هي برقبه طويله، اللي هو الهاي كول زي ما احنا شايفينها هنا. مولتو بيلو، جميل جدا طبعا زي ما كل الباقيين بيقولوا. فا بيني اكولو التو، تمام معاك الهاي كول. فا سي كوانتو كوستا، بيكلف قد ايه؟ هعمل 48 يورو. كارو، غالي، ممكن ان انا احصل على شويه خصم. افيري ان بو دي سكونتو، يعني تعملي خصم. فا طب 25 تمام، فهتقول له تمام، بصوا كامبيالي المليون سي نون مي ستا بيني، اقدر ان انا اغيره لو نون مي ستا بيني، اللي هو مش مظبوط عليا يعني. فهيقول لها سي ما كونسيرفي لو سكونترينو، يعني هتخسري بقى الايه الخصم، يعني لو كان ب 28 بقى ب 25. لو انت غيرتيه، لا انا بهبد، معلش، كونسيرفي لو سكونترينو، يعني هاتي معاكي الريسيت. تمام، ده ايه سكونترينو، مش سكونتو. سكونتو اللي هو الخصم، سكونترينو اللي هو الريسيت. فهتحتاجي ان انت تجيبي او ترجعي الريسيت عشان تغيري الايه الحاجه. فهو الغريب اصلا ان في سكونترينو في الميركاتو. يعني se vuoi cambiare un vestito che ha dei difetti o che non ti sta bene devi riportare lo scontrino al venditore. ده اللي احنا لسه بنقوله، لو انت او انتي هتغير الفستيتو اي نوع الملابس، يعني اللي عشان هو داي ديفيتي. ديفيتي اللي هي عيوب. بريجي، بريجي اللي هي المميزات، ديفيتي العيوب. لو حد بيقدم على انترفيو بالايطالي في اي نوع شغل، يعني في من الاسئله اللي هو ايه، قول لي البريجي والديفيتي بتاعتك. ف
فهي دي نفس هنا الكلام، لو في اي عيوب او كان انت تعبانه او مش مناسب معاكي لاي سبب، لازم ان انت اي ريبورتاري تعيد احضار اسكونتورينو الريسيت او الوصل الشراء لمين؟ على الفنتيتوري البايع. موعد شركة أمبايو دي سكارت بيدور على أمبايو دي لا جوز جزم. Mi scusi, vorrei un paio di scarpe da ginnastica. Di che colore? Chiare o scure? Chiare, che numero porta? Il 45. Ecco un 45, lo provi. يعني انا عايز جزمه او شوز واحده، هو برضو ان بايو برضو هو عشان هما اتنين، لكن هو في الاخر هي واحده. ده جيمناستيكا اللي هو كوتشي بتاع الجيم يعني. دي كي كولوري لون ايه؟ وكياري ولا سكوري بمعنى الالوان بتاعتهم فاتحين ولا غامقين. هنا دي صفات وجمع، هيقولوا كياري حاجه فاتحه. كان نومينو بورتا هو كان في الهدوم اللي بتتلبس زي البنطلوني والمليوني، كان بيقول كي تاليا بورتا. هنا كان نومينو بورتا، هيقول مقاس 45. اكو اهو لو بروفي، جربه. راحت بقى الفورمه دي كورتيزيه لان هما اتنين شباب سوا في سن بعض. Le stanno bene? Sì, benissimo. Quanto costano? 80 euro. Queste scarpe non sono a saldo? Sono troppo care? Ha un paio di scarpe più economiche? Sì, ci sono altre scarpe a saldo. A 50 euro, ma ci sono solo nere? No, grazie, le scarpe scure non mi piacciono. يعني هو muore النهارده مش عارف يشتري حاجة لحد دلوقتي يعني. فهم كويسين عليك. الليدي عايدة على السكابي. أيوة حلوين جدا. بيكلفوا قد ايه؟ 80 يورو. عشان هم نون سونو أصالدو، يعني مش في العرض أو ما عليهمش خصم دلوقتي. سونو تروبو كاري غاليين جدا. هنا برضو تروبو اللي هو غاليين جدا لدرجة ان انا مش هشتريهم. اون باي دي سكابي بيو ايكونوميكي. ايكونوميكي دي عكس كاري اللي هي بقى اقتصادية او سعرها حنين يعني او ارخص. سي تشي سونو الترا سكارب اسالدو، ايوه عندنا شويه حاجات عليها عروض ب 50 يورو بس، موجودين بس باللون الاسود. فهيقولوا لا شكرا، الالوان اللي هي يعني الكوتشيات اللي بالاسود او غامقه نون مي بياتشو ما بيعجبنيش. كده سينيفيكا. هنا بقى هيتكلم على ان احنا نوصف الحاجه دي بعد ما نعرف سعرها غاليه رخيصه الكلام ده كله. فايكونوميكو او كونفينينتي. كونفينينت يعني مقنع، ايكونوميكو يعني اقتصادي. فدي بتطلق على الحاجات الرخيصه. كوستا بوكي سولتي بتكلف فلوس قليله. كارو الحاجات بقى الغاليه. كوستا مولتي سولدي. سكونتو زي ما قلنا اللي هو الخصم، اللي هو لو فا الفنتيتوري بيعمله البائع كواندو فا باجاري مينو اون اوجيتو، لما بيدفع اقل من سعر الاوجيتو اصلا يعني. باجاري اون اوجيتو يعني يدفع سعر الحاجه دي. سالدو اللي هو بقى العرض او ان الحاجات دي بتكون عليها خصم. فينديتا دي برودوتي اد اون بريتسو بيو باسو ان اون بريتشيزو بيريودو ديلانو، اللي هو بيع المنتجات بسعر اقل، اكثر قله اكثر انخفاضا يعني على بعضها اقل، في وقت معين بريتشيزو معين من السنه اللي هو العرض يعني. مور ال بانكو داي كازا لينجي، يعني بانكو اللي هو الصف او اسمها ايه، لسه قايلاها شويه، الفرشه مثلا بتاعه الايه ادوات المنزل. مي سكوزي كوانتو كوستانو كويستي بيكيري دي فيترو، الكوبايات الازاز دي بتكلف كام؟ كوانتي نافولي عايز منهم قد ايه؟ دي حاجه انا بكرهها جدا في البياعين، ما تقولي سعر الحاجه انت بتسالني سؤال تاني ليه. 10 او 12 عايز 10 او 12. un pacco da 6 bicchieri costa 5 euro، اللي هو ايه يعني ايه الباكت اللي هو 6 كوبايات بيكلف 5 يورو. خلي بالنا هنا un pacco da، un pacco da. vorrei comprare anche delle pentole quanto costano una fattoria. خلي بالكوا بقى من كلمة فاتورية. da 5 pentole، طبعا بنتولا اللي هي دي اللي هي الحلة يعني قدر او اناء. دي ديفيرسا ميزورا كوستا 130 يورو. دي كي ماتريالي سونو فاتي دي اتشايو
inox, ma se non c'è la foto, e mi fa un po' di sconto, non posso, questo è già un prezzo buonissimo. Toi, analizza la fiamma, acciaio, come non voglio vedere. Acciaio لو الصلب او الفولاذ يعني، ولا كنا نستخدم اي حاجه مترجمه، اهي ماده وخلاص يعني. المهم انا عايزه اشتري من الحلل، كما دل برضو ده ايه ارتيكلو بارتيتيفو، رغم ان الحلل مش حاجه بتتوزن او كده، عشان يعني نستخدم اداه التجزئه اللي هي بتتعدى عادي. المهم كوانتو كوستانو بيكلفوا قد ايه؟ فهتقول له باتريا، يعني اللي هو ايه، ملهاش ترجمه قوي يعني، بس اللي هو ايه، لو خدت على بعض كده خمسة على بعض، بيتقال عليها بالإيطالي باتريا دا تشينكو بنتوني ديفيرسا ميزورا، مقاسات مختلفة، بتكلف ايه 130 يورو. دي كي ماتريالي، احنا مثلا مع المليوني كنا بنقول دي كي كولوري، لون ايه، هنا دي كي ماتريالي من مادة ايه، سونو فاتي معمولين، فهتقول له من اللي هو الاتشايو انوكس ده اللي هو طلع فولاذ او الصلب ده معانا، ينفع un po' di sconto، تعملي شوية خصم، فتقول له non posso، مش هينفع، questo è già un prezzo buonissimo، يعني السعر ده أصلا already كويس إن أنا أعمل لك عليه خصم يعني. mi servono anche delle posate، posate دي اللي هي المعالق والشوك اللي بتتحط جنب الأطباق، اللي هو أدوات التقديم يعني. quante liane servono؟ ها يعني حضرتك هيحب، بص السيرة دي معقدة شوية، ده pronome combinato اللي هو لي، اللي هو آه لاي، اللي هو لا بس اتحولت لي لي عشان اتدمجت مع الني. ده بقى جراماتيكا، انا مش هفسر اكتر من كده لان احنا مش في وقت جراماتيكا، لان اصلا الفيربو سيرفيري اكوالكون، فالفيربو بياخد برونوم انديريتو، فحضرتك عايز منهم او هيخدمك منهم قد ايه. مي سيرفونو 8 كولتيلي، 8 سكاكين، 8 فوركيتي، 8 شوك، 8 كوكياي اللي هو 8 معالق، وتصغير معلقة أو اللي هي بقى معلقة الشاي تبقى كوكياي نو. اه اون سيت، دي بوزاتي برضو سيت، اللي هي برضو ده التمييز بتاعها، احنا مع البنتولي كنا بنقول باتريا، هنا سيت زي دستة كده بتاعت بوزاتي بس 12. ده دودتشي مش 8 يعني، مولتو كونفينينتي بسعر كويس جدا، كوستا 15 يورو، فابين اخيرا نشتري حاجة الحمد لله. شوية كلمات كده في السريع، بنتولا اللي هي الحلة اللي احنا شايفينها دي، الغطا بتاعها اسمه كوبيركيو، الطبق اللي بنقدم فيه اسمه بياتو، بناكل بالكوكيايو، التصوير منها قلنا كوكياينو اللي هي معلقة الشاي، فوركيتا شوكة، كولتيلو سكينة، بوتيليا ازازة، بيكيري كوباية. فدي يعني بعتقد مفيهاش حاجة جديدة للي متابع برضو معايا في البروجيكتو. يا رب ما يكونش خدنا كتير عشان انا بسجل ده مع الفيديو اللي فات وتعبت. سارة كومبرا ديلا بيكيارا بيكياريا بير لا كازا، بتشتري ايه شوية مفروشات البيت. مي سكوزي كوانتو كوستا كويستا كوبرتا دي لانا، لانا اللي هو تقريبا الكتان، ف الفرق يعني كوبرتا اللي هو الغطا، الغطا الكتان ده بيكلف قد ايه، كويستا ايه بيكولا ده اونا بياتزا. بص بقى ده اسبريسيوني، انا مش فاهماه قوي، اللي انا اعرفه يعني يعني معلوماتي المحدوده في الايطالي ان بياتسا يعني ميدان، هنا بقى طلعت فجاه كده ايه زي ايه ميزوره للبيانكيريا، اللي انا فهمته اللي هي لشخص او لشخصين، او مثلا بياتسا اللي هي تتلف بيها لفه واحده ولا لفتين، انا مش عارفه، ممكن بيعمل حاجات غريبه لما ما بلاقيش ترجمه، بس يعني حاولوا تستنتجوا انتوا المعنى. كويستا اي بيكولا دي صغيره، نوعها ان هي ده اونا بياتسا، اونا بياتسا واحده بس، بتكلف كام؟ 20 يورو. كويلا جراند كوانتو كوستا، الكبيره بقى بتكلف قد ايه؟ فهتقول له كويلا جراند ده دو بياتسي، ممكن بقى لفتين شخصين يضغطوا بيها كده يعني، كوستا 25 يورو، الكبيره بقى تكلف 25، سونو تروبو كاري، غاليين جدا. متهيألي الاسعار في الكتاب ده قديمه قوي. vorrei una tovaglia di cotone، cotone اللي هو القطن، una tovaglia، tovaglia ده اللي هو مفرش السفرة، da 6 persone يعني ترابيزة 6 أشخاص، عايزة بقى التوفاليا، أو لأ استنى كده، اه انا اتلخبطت بين توفاليا وبين توفاليولو، انا كنت فاكراها
اللي هو لست اشخاص، اللي هو يقصد التوغاليولو، اللي هو الفوط الصغيره اللي احنا، او اللي هو اسمه ايه مش فاكره اسمه ايه، بس البتاعه الصغيره اللي احنا بنطبقها مثلث كده وبنحطها على هدومنا واحنا معزومين عشان ما نوسخش هدومنا، بتاعه دي اسمها توغاليولو. لكن توفاليا اللي هو مفرش الترابيزه عادي زي ما قلت، كوتواني من القطن. الترابيزه دي بتكفي 6 اشخاص، او المفرش ده لترابيزه، المفرش ده لترابيزه 6 افراد. كومي لافولي حضرتك عايزه عامل ازاي؟ انتينتا اونيتا يعني لون موحد، ف سي لافوري جالا عايزه اصفر، والجالا عشان توفاليا في المنيله دي بديهيات. اكو اونا بيلا توفاليا جالا è anche conveniente, costa solo 10 euro, va bene, la compro, قشطة هشتريها لأن هي ايه سعرها حلو ب 10 يورو بس. Mi servirebbero delle asciugamani per il bagno, عايز فوط للحمام، li vendiamo in coppia, بنبيعهم اتنينات، uno grande e uno piccolo. Quanti ne vuole? 2 coppie, il colore una coppia bianca e una rosa. هنا سأل عن الكولوري، كلمة كولوري بس اللي هو ما قالش دي كولوري، لا الكولوري خلاص. فطبعا هنا ميس الفيرب ده فيرب اللي هو زمن الكونديشنالي، واحنا خلاص شرحناه في البروجيكتو 2 الأونيتا اونو اللي احنا شرحناها. ده اللي الشجم يعني عايز من الاخر فوط للحمام، فاحنا بنبيعهم اتنينات، واحدة كبيرة واحدة صغيرة. عايز منهم قد ايه؟ عايز دو كوبي يعني الواحدة فيها اتنين، انا عايزة 4 بقى اللي هو اتنينتين يعني، او جوزين من الاخر، بس انا استخدمت كلمة كوبيا مش بايو. الكولوري اللون، فعايز واحدة بيضة و او يعني و يعني اتنين يكونوا لونها ابيض واتنين يكونوا روزا اللي هو الايه البينك. Al mercato puoi comprare vestiti, scarpe, biancheria e biancheria personale, oggetti e biancheria per la casa, frutta e verdura, altre cose da mangiare. Le cose al mercato costano meno che nei negozi, ma il mercato non è aperto tutti i giorni. Informati sui giorni in cui si svolge il mercato nella tua di informati nella tua città. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت من السوق تقدر انت تشتري بقى هدوم، شوز او جزم، مش عارفه ايه البيانكيريا بيرسونال دي، ممكن تكون اللي هي زي اشرب مانو يعني، او اوجيتي او بيانكيريا للبيت، مفروشات بقى وحاجات للبيت، ادوات البيت، خضر وفاكهه وحاجات تانية كتير تانية للاكل، ده منجاري حاجه تتاكل. دي كوزي على الميركاتو كوستانو مينو، بتكلف اقل من لما بتكلف في النيجوتسيو، بس المشكله ان الميركاتو مش بيكون مفتوح كل الايام. انفورماتي يعني استعلم عن، او استعلم بشان الايام اللي بيحصل فيها، ان كوي فيها سي سفولجي الميركاتو، سي سفولجي اللي هو سفولجرسي اللي هو بيحصل فيها او يقام فيها السوق في الشتا بتاعتك. مور بقى هنا عايز يروح يعني ايه كومبرا كوالكوزا دا مانجاري، كان اسمها ايه في الكفر بتاع التيمة دي، كان اسمها ايه؟ روستيتشيريا. مي سكوزي كوانتو كوستا ان بولا ارروستو؟ كوستا 5 يورو. vorrei un pollo arrosto, 2 porzioni di patatine fritte, porzioni di اخدناها المرة اللي فاتت، e del formaggio parmigiano. Quanti etti di parmigiano vuole? 3 etti, ecco sono 3 etti precisi. Vorrei anche 2 etti di prosciutto cotto crudo. Crudo, vuole altro? No grazie, quanto pago? In tutto sono 18 euro. يبقى انا عايز، او الفرخة مش عارفة دي ايه، متحمرة يعني ولا ايه، شوية مش عارفة الفرخة يعني عاملة كام. 5 يورو، عايز واحدة، وعايز 2 باكت بطاطس، بطاطيني فريتة، بطاطس مقلية او محمرة، بورسيوني اللي هو الباكت بتاع البطاطس بتاع عليه كده، وشوية ايه فورماجو بارميجان، طبعا شوية جبنة بارميجان. عايز كام اتو منه، او كام 100 جرام منه؟ فعايز 3 اتي يعني 300 جرام، لان الاتو 100 جرام اهو، دول 3 اتي بريتشيزي يعني بالظبط. عايز كمان 2 اتو من البروشوتو، يعني 200 جرام من البروشوتو، مطبوخ ولا قاسي اللي هو ني يعني فكرودو. عايز حاجة تانية، ف نو جراتسي كوانتو باغو، هدفع قد ايه اجمالا؟
18 euro. Cambio con lo che è sul supermercato, cambio il quanto spendo, cambio la in totale, casa, casa, casa. طبعا ما اقصدش ان في حاجات بتستخدم في السوبر ميركاتو وحاجات في الميركاتو، لكن انا بقول لكم سينونيمي لنفس السينيفيكاتو. يعني بصوا بقى عليكم la carta di credito no accettiamo solo contanti. طبعا انت في السوق مش هتدفع بالكريدت كارد، تدفع بالكونتانتي. كونتانتي اللي هي الفلوس الكاش، احنا بس بنقبل كاش. pagare in contanti significa pagare con i soldi di carta e le monete، يعني ان انت تدفع بالفلوس اللي هي ورق وكوينز اللي هي الكاش. يعني nei negozi di solito puoi pagare anche con la carta di credito o con la carta bancomat. Allora, c'è il fare bene carta di credito o carta bancomat. E momento se محلات ممكن انت عندك الاوبشن انت تدفع بايه، باي نوع من الكارتا اللي معاك. يعني abbiamo finito اخيرا. Che taglia porta di vestito؟ طبعا la 44. Le vanno bene le scarpe؟ sono troppo strette، strette اللي هو ضيقين جدا، مع ان احنا كده في البنطلوني كانوا sono troppo piccoli. هنا بقى مع السكارب بنقول strette. come la vuole، la coperta عايزها ازاي بقى، او عايزه ازاي الغطا ده. in acciaio inox، لا طبعا لان هو مش بنطلة. اتنينات، لا ده una piazza، الحاجة اللي احنا لسه مش فاهمينها دلوقتي اللي هو دوران. مش في الهدوم ساعات فعلا بيقول لك الدوران بتاعها؟ لا انا حاسه ان بقول حاجه غريبه. يعني المهم ده ام بيتزو كوستا 55 يورو. va bene no è conveniente، اكيد مش هيقول لا هو رخيص. troppo chiaro، chiaro يعني واضح او يعني لونه فاتح، فلا fa è troppo caro، غالي جدا. هي دي طبعا ايه الصح او ايه ده؟ بس كده اكيد لا، اكيد لا. طيب ده حاجة بسيطة برضه اهو. اسكريبي لا لترا جوستا، ماليوني اللي هو طبعا البلوفر اهو اف، بنطلوني سي، سكارب دا جيناستيكا بي، باتيريا دي بنتولي اي، توفاليا جي، بولو اروستو دي، دي فرخة ايه بقى مشوية اللي تبقى في الفرن اللي هو وشها متحمر بس هي لا مقلية في الزيت ولا مشوية، مع ان هي في الفرن ممكن نقول عليها مشوية برضه. بوزاتي اللي هي قلنا ايه ادوات التقديم بتاعه السفره دي. طيب هنا محدش يقول الازاشيتسو سهله جدا، هو هنا مش بيختبر قدراتك اللغويه، هو بس عايز يثبت الكلمات في دماغك. فاطلع بالكلمات الجديده، اطلع بطريقه الاسئله وطريقه الرد عليها في المواقف المختلفه. الكتاب لطيف وملون وجميل ومشروح ومجاني وكل حاجه، فاستفيد منه قدر الامكان. و ممكن استغل الفرصة واقول لو حد وصل لهذه النقطة في الفيديو ممكن يدعي دعوة حلوة. وبس كده، ci vediamo domenica prossima. ciao، مش دومينيكا، venerdì prossimo. ciao.